أوقات كتير منتساءل هل نحن عم ناخد الكمية الكافية من البروتين بأطباقنا؟ كتير من الناس ما بتعرف، وأنا واحدة منهم. الشيف جوزيف اليوم حب يعرفنا على أطعمة عالية بالبروتين. هاي شيف. هاي ملك، كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو حلقة صحية؟ عن البروتينات. يعني بتعرفي الهاي بروتين دايت عادة بنستعملهم لشغلتين، يلا نضعف يلا نزيد حجم العضل. حلو. فأكيد نلحق كمان غير أخصائي مش معنا نحن، نحن عم نعطي أفكار عن وجبات ممكن تكون عالية بالبروتينات. أوكي. لأي هدف كان ممكن مطلوب منه. أوكي. أول صح اللي حنعمله هو ريزوتو، مثل الريزوتو يعني بس بالكينوا. حلو. الكينوا هون اللي عم نستعملها هي كينوا ملونة. يعني مقشوره ومش مقشوره، فبتعرفي انت بيكون عليها قشر من بغبي شغل بصير لونه ابيض مثل الرز مثل حيالله. بيقولوا انه اللي بلا قشر مفيده اكثر، صح؟ اكيد بالالياف بتكون اعلى بكثير. حنعملها مع كالاماري اللي هو كمان نوع من الاسماك العالي بروتينات، بندوره فليفله بصل حب الشومر، اما اذا ما بتحبي حب الشومر في تحطي فيها شومر مثل ما هي، والبارميزان. اوكي. حناخذ اول شيء كاسرول هون، حنحط هلا بس احمد زيت، حنحط البصل بس بنفس الوقت حنفهم الفليفل شوي. كثير من الناس بيقولوا بروتين دايت يعني لحمه، وهيدا مفهوم خاطئ. مش قصة مفهوم خاطئ، اللحوم هي بروتينات. لحمه حمراء نحن، انا قصدي ايه، بس هي اي لحوم هي بروتينات، سمك، دجاج، لحمه، ريدس الى اخره. كل هودي البروتينات اللحمه فيها كربوهيدرات، فيها فات بقلبهم، بس اكيد كميه واطيه. وفي اشياء بروتينات تيجي من البقوليات، بقوليات، من حبوب، من كينوا، من شيا سيدز، من فاصوليا، من عدس، من اي شيء، من هال يعني من توفو، من توفو يعني اللي هن مثل الصويا. كله هيدا بروتينات خضراء. حلو. منا بروتينات كامله بس بتضلها بروتينات بالاخر. اكيد لحالها ما بتعطي نفس النتيجه اللي بنعملها مع بروتين اللحمه أم يعني اللحوم الحيوانية، بس بالنهاية بتضل بروتينات. عشان هيك بنلاحظ إنه في كتير عنا حضارات فيجيتيريان مثل بالهند، حلو، مثل بالنيبال، مزبوط. الأكل تبعهم وجبات تبعهم كلها مرتكزة على الفيجيتيريان فود اللي هو أكتريته بقوليات. نحط البصل